You say go Blaze. Go Blaze. صباح الخير، أنا رزان وهذه هي نشرة بليز. ريدر اللي شارك في JROTC مبروك لفريق في البطولة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي. مبروك كمان لفريق التشجيع الذي قدمت وشاركت في مسابقة التشجيع في وسط تينيسي نهاية الأسبوع. مبروك لفريق الجري الذي جرت في بطولة المنطقة في مناشر أمس. بدأت تمرين المضمار في الموسم الخارجي للحصول على المعلومات تأكد من إكمال نماذجك النهائية والموافقة عليها. بعد كذا أوكي. يمكنك الاتصال بالمدرب ساتن للحصول على الأوقات والأماكن. سيجتمع نادي الأمان يوم الثلاثاء 22 في غرفة E5 الساعة 43 في الغرفة E5. يرجى الاستعداد لفعالية تراكر تري غدا. الحدث يبدأ الساعة 5 مساء. هذا الخميس سيلعب فريق كرة القدم آخر مباراة له في الموسم العادي في مقاطع كوفي. الخميس يلعب فريق كرة القدم آخر مباراة له في الموسم العادي في كوفي كاوني. شجعوا بليز وهم يستعدون للأدوار الإقصائية. أتمنى لكم يوم رائع. And go Blaze.